عباره عن لسان عصفور، دول كيسين لسان عصفور تمام خلاص، وفصوص من الثوم، خضره كزبره وبقدونس، بصل اخضر، بصل ابيض، طماطم شاري، مكعبات طماطم. الوصفه سهله وبسيطه جدا وفي نفس الوقت مغذيه وبتشبع، يعني هو برضو ميزتها ان هي بتشبع وبتملى البطن ومغذيه جدا وكمان لذيذه وسهله في الاكل وكمان في الهضم. خلاص طيب هنحط كده الطاسه، طبعا انا مسخناها كويس جدا، هحط الزيت وهحط لسان العصفور، وبما اننا مفيش بروتينات فانا هنا ايه مكتره لسان العصفور. خلاص اهو هقلبه كويس قوي عشان الزيت كله اللسان العصفور كله يبقى ايه اتدهن بالزيت، بيتحمر بقى بسهوله لما نحمصه كده، بيتحمر بسهوله ويستوي، ما بياخدش وقت بقى في السوا، اهم حاجه التشويحه الاولانيه دي. واحط له فلفل اسود وملح مش كتير عشان هحط مكعب مرقه خضار. بصوا هنفرم كده الثوم فرم خشن خلاص ونحطه هنا كده. واللسان عصفور بيتشوح بيدي نكهه حلوه قوي، عشان ايه عقبال ما ايه العصاره بتاعته كمان بتنزل. حتى البصل الابيض هحط البصل الاخضر قبليه. خلاص اهو نحط بقى كده الخضره دي. طبعا انا مولعه الفرن وهحط الطاجن للسان العصفور ده في فخار، بيدينا طعم لذيذ جدا. خلاص انا بس عايزه شويه بس من دول كده. احط بقى البصل كله هنا كده. حفرة كده عشان ايه عايزة الطماطم تتثبت بسرعة. احط المية كده حوالينها واحطه كده. عايزين نحمره اكتر نحط معلقه صلصه. طيب احط بقى شويه كده ميه حلوين عشان لسان العصفور يغلي. وهنا بقى ايه هقطع الطماطم قطعه بسيطه جدا عشان عايزه تنزل العصاره بتاعتها جوه الطاجن، قطعه بسيطه قوي كده من فوق. اهو خطير خطير خطير، ان شاء الله يعجبكم. هعمل ايه؟ هغطيه بالفويل عشان يستوي اسرع. خلاص وادخله الفرن، مش هياخد ربع ساعه هيكون استوى. ممكن بس اعمل ايه احط له كده ايه لسان العصفور بيشرب ميه كتير، يعني احط له كده شويه ميه بس واغطيه كده. واحط على ايه؟ لا احطه بس كده ايه في الفرن.